مساء الخير. مساء الخير جميعا، وبالبداية أحب أوجه تحية لجمعية تيرو لأنها عم تستنهض الثقافة والمسرح والفنون عامة في زمن مساحات الثقافة والفن والمسرح عم تتضاءل، لأنه أنا ببيروت عم شوف مسرح ورا مسرح عم يقفل بسبب ضيق الأفق، بسبب ضيق الحال. فجمعية تيرو وصديقنا قاسم اسطنبولي مشكور جدا على هذه المبادرات لإعلاء شأن الثقافة. أما في الحديث الأساسي الليلي عن الكبير من هذه البلاد اسمه نزار ميقاتي، اللي دائما يعني ما بعرف ليش بيغفل اسمه في الحديث عن نشأة المسرح اللبناني. وهذا الرجل أعطى للمسرح اللبناني مش بس تجربته، مش بس إبداعاته، أعطاه حياته. مش غريب لما بنعرف أنه نزار ميقاتي مع الراحل الكبير أيضا حسن علاء الدين شوشو أسسوا المسرح الوطني، أسسوا أول مسرح يومي في لبنان على عاتقهما من دون أي جهد آخر. تحملوا اثنيناتهم الأعباء المالية والجهد والوقت، وهدروا أوقات وأيام وليالي من أعمارهم لإعلاء شأن المسرح. فلذلك بعز علي كتير لما ينحك عن نشأة المسرح اللبناني أن نغفل هؤلاء أو هذين الكبيرين. نزار ميقاتي الذي يعني درس في إيطاليا وأجاد الإيطالية والفرنسية وترجم 12 نص للمسرح الوطني، شي لموليير، شي لمارسيل بانيول، شي للابيش، وكان معروف بكتابته الرشيقة وبأسلوبه الراقي في التعاطي مع المسرح. أخيرا يعني أنا سعيد اليوم في أن يعني ننفض الغبار عن هذا الاسم الكبير، لأنه يستحق منا تحية ويستحق منا كل التقدير في بلد يعني يذهب فيه المبدعون كما تذهب النسمات، يعني واحد ما بيعرف فيها. أخيرا يعني أود أن أحيي صديقي وحبيبي وأخي وأخي الكبير الفنان الممثل الراقي عمر ميقاتي، ويسعد مساكم جميعا. شكرا. نزار ميقاتي رائد من رواد المسرح في لبنان، مؤسس للمسرح الوطني الشعبي بالشراكة مع نجم هذا المسرح حسن علاء الدين شوشو، واستطاع مع رفيق دربه آنذاك شوشو استطاع تقديم مسرح أول وآخر مسرح يومي في لبنان. أول شيء بدي أقدم شكر كبير لجمعية تيرو للفنون يلي عم تهتم بالفن وعم تهتم بالسينما وبالممثلين خاصة القدم. احنا بنشكركم على تسمية هالسينما هالمسرح باسم المسرح الوطني اللبناني. بنشكركم انكم جددتوا هالاسم يلي أسسوا استاذ عظيم. انتو ما بتعرفوا، يا ريت كنتوا عايام استاذ نزار ميقاتي، لو بتعرفوا شو هو استاذ كبير، لو بتعرفوا شو في بدماغه، كان شو اللبس اللي كان يلبسنا اياه، شو الاكابرية اللي كانت، العظمة اللي كان يجيب القصص القديمة، الأدب القديم ويلبنه ويعمله على المسرح. وما حدا يعرف إنه هيدا يعني إنه كان قصة أجنبية، لموليير، لافار، هيدول كلهم يعني كانوا على المسرح عنا. فنحنا شو ما بنعمل ما منكفي تعبوا علينا استاذ نزار ميقاتي، تعب علينا كتير. نحنا كنا ما عملنا جامعات، والحمد لله انه ما فتنا جامعه. انا بشكر ربي اني انا ما اشتغلت، ما فت جامعه. الجامعه كانت هو استاذ نزار ميقاتي،
والمخرجين التلفزيون يلي هن علمونا وربونا كيف الأدوار اللي أخذناها. بس أنا بحبكم وبشتاق للمسرح. أنا عندي شوق كبير للمسرح الوطني اللبناني يلي هو على البرج وحرمونا منه. أنا كل ما بمرق من البرج بشوف المسرح صار بالأرض، بتنزل دمعتي، صدقوني بتنزل دمعتي. يلا قفلت لكم اياها دراما، مش دراما، تراجيدي. طبعا انا بدي هني الاستاذ قاسم اسطنبولي وكل فريق العمل يلي عم بيقوموا بحركه ثقافيه كتير كبيره ومهمه للبنان وبامكانياتهم كتير متواضعه، بياريت كلنا بنقدر نحط ايدنا معهم، لانه مناسبه افتتاح مسرح وطني بصور هيدا شيء بيعتبر حركه غير عاديه وغير مالوفه بلبنان. طبعا نحن بنعرف نزار مقاطي واحد من كبار المسرحيين والاذاعيين اللبنانيين، شخصيه فنيه كثير كبيره بوقتها كان من البارزين والظاهرين امام المجتمع الفني البيروتي واللبناني، لكن بعد ما توفى يمكن ما كثير اخذ من الحق، انما الوجود الحلو والأنيق كمان المستمر عبر ابنه الأستاذ والفنان والصديق والمخرج عمر ميقاطي خلينا دايما نحس انه هذه الأسرة وآل ميقاطي كلهم عائلة بمنتهى الشياكة. كان دايما موظفي الإذاعة اللبنانية بالفترة اللي كنت أنا فيها اللي هني من جيل قبلي كانوا يحكوا عنه ويقولوا عنه قديش كان فنان كبير، فعاش بخيالي وبذاكرتي هذا الرجل العظيم والرائع بطريقة يعني مثل كأنه هيك كان دايما يداعب خيالي، انه كيف الناس بيحكوا عن الشخص لما بيكون عن جد ملفت بكل تصرفاته. هذا المسرح يجب ان يستمر ويبقى ويتطور، وهون بدي اتوقف عند عظيم وصانع من صانعي هذا المسرح اللبناني الوطني الأستاذ نزار ميقاطي. نزار ميقاطي يلي كان مشارك مع كبار وعمالقة من صناع ورواد مسرحنا الوطني أمثال شوشو وغيرهم من الكبار يلي سبقونا في هذه الثقافة العريقة التي علينا الحفاظ عليها بكل ما أتينا من قوة ومن اندفاع ومن حماس، لأنه الأجيال اللي جاي رح نكون مسؤولين نحن قدامها إذا نقلنا لمسرح صح وحافظنا عليه، لأنه اللي قبلنا تعبوا وعلينا أن نستمر في هذا التعب لتبقى حضارتنا موجودة. شد على يد قاسم اسطنبولي ومجموعته المسرحية في تكريم الراحل نزار ميقاطي الذي عمل بجد وبجهد في المسرح اللبناني، وهو من الأسماء العريقة التي نفتخر بهم خصوصا في عمله في المسرح الوطني الذي كان اسمه مسرح شوشو، ولكن هناك علاقة بين تسمية مسرح الوطني عند شوشو ومسرح الوطني عند قاسم اسطنبولي والمسرح الوطني الذي نسعى جميعا إلى بنائه. شكرا لك قاسم اسطنبولي، ألف شكر لكل من يضع يده في يد أي مسرحي وفي يد أي مبدع لبناني لإنشاء منابر ومواقع مسرحية جديدة تكون في خدمة العلم والثقافة والفن والمسرح، وشكرا لكم. وراء افتتاح المسرح الوطني اللبناني بريادة جمعية تير ومسرح اسطنبولي يبدو لي أن وراءه فعل إيمان راسخ وإصرارا على فكرة ضرورة الفن وحيوية الثقافة في زمن التدهور والتراجع والخيبات على كل المستويات. الفن بالنسبة لي وبالنسبة لكثيرين منكم هو ضرورة حيوية كالخبز كالماء كالهواء. مرحبا، بمناسبة افتتاح المسرح الوطني بصور بدي وجه تحية لكل القائمين على الافتتاح وعلى رأسهم جمعية تيرو اللي عم تهتم بالوجه الحضاري للبنان وبالثقافة وبالمسرح، وبنفس الوقت تكريم كبير للأستاذ نزار ميقاطي اللي هو من أهم مؤسسي المسرح بلبنان، ياريت كنا على أيامه لحتى نتعلم منه، بس للأسف الكبار
ما بتكرر. شكركم انكم عم تتذكروا هالناس الحلوين يلي ما حد لحد هلا ما حدا ذكرهم ولا حدا اعطاهم حقهم لا دولي ولا جمعيات. يعني الاستاذ نزار كان معلم للمسرحيين وطبعا كان هو معلم لشوشو الله يرحمه، وكان لي الفخر انه كون بمسرح شوشو لمدة 6 سنوات. فشوشو والاستاذ نزار بعتبرهم انا ارزي من ارز لبنان الاساسي، وشكرا لاستضافتي وخليتوني احكي عن الشخصين الجميلين المبدعين. هنيكم وحسدكم على هالجمعة الحلوة اللي فاتتني بسبب ظروفي. اللي بدي أقوله اليوم إنه اللي عم بيصير بصور وأنا متابع أخباره واللي هو بمقدمة الناشطين فيه طبعاً باسم اسطنبولي، اللي عم بيصير بصور عم يجعل من هذه المدينة صور مدينة مفتوحة مثل كبريات المدن في العالم اللي بتشهد مهرجانات تستقطب ناس محليين وعرب ودوليين يعني من العالم يجوا يقدموا بهالمدينة هيدي. هيدي لما وجود أمكنة سهر عليها قاسم اسطنبولي واشتغل فيها بإيديه وجمع حوله الناس المحمسين من صبايا وشباب وجال موجودين بصور، ما كانت صارت صور مدينة مفتوحة. صور اليوم مدينة مفتوحة على الثقافة والفن وعلى الثقافة العالمية، مش بس الثقافة الإقليمية والمحلية، بفضل قاسم اسطنبولي ونشاطه. في شيء كتير مهم إنه هالناس اللي عم يشتغلوا حوالي وعم بيتعاطفوا معه وعم بيلتفوا حوالي، هودي هني ذخيرة هالأماكن اللي عم تنخلق للنشاط، لأنه هني طالع من قلبهم ومن روحهم، وهني رح يكونوا طبعاً غيورين عليها وعلى صيانتها وعلى رعايتها. لذلك هذا النوع من الأعمال بيستمر لأنه حقيقي، لأنه الناس هي اللي عملته. ما في مؤسسة عملته، ولا مؤسسة رسمية ولا أي مؤسسة خاصة. ممكن إنه تدعم بس مش ممكن إن هي تأسس بهالشغف بهالحب وبهالرعاية هيدي اللي هي رعاية ابن البلد لبلده. ألف مبروك المسرح الوطني بسور، ألف مبروك يا قاسم يا مناضل، وكل صبية وشاب عم يقدموا وقتهم لنشر الفرح والجمال بقلوب الناس. تحية لكل حدا بعده مآمن إنه الفن هو غذاء الروح والفكر، إنه لقاء إنساني راقي، إنه المسرح هو مراية الإنسان اللي حابب يفتش عن حاله، عن الخير اللي بقلبه وعن وجهه الحقيقي ورا الأدوار والأقنعة. المسرح الوطني في سور مبادرة جريئة وخطوة حضارية بارزة يجب أن نتمثل بها وأن تعمم في جميع مناطقنا، وهو يرتقي كل مرة بنشاطاته ويتوهج، وبوركت الفكرة وكل الدعم والانتصار للمؤسسين. يعني شخص مثل نزار مئاتي لولا الأشغال تبعه بين أهلي صغار، لولا إبداعاته بتجربة المسرح بلبنان مع آخرين، ما كنا قدرنا نوقف بالمساحة اللي هو ابتدع لحتى نكمل من محلات وصل لها. بكافي بأنه قدم لنا يعني جزء من مزاج المسرح بالطلياني، جزء من مزاج المسرح الفرنسي. أول واحد كان بيشتغل على الفودفيل بولفار، أول واحد كان يعني بيعرف كتير منيح كوميدا دولارتي، بيعرف كتير منيح بشغلات ما كتير ناس كانوا بيعرفوها. يعني أيام ما كانت نضال أشقر بالسابقة هو بالدراسة المسرح. طرابلس، بيروت، صور. طرابلس ولد الأستاذ نزار مئاتي بيروت، ساهم بتأسيس المسرح الوطني اللبناني، وبصور اليوم عم يفتح بذكرى مسرح بيحمل نفس الاسم. مسرح بلش بالشمال كمل ببيروت وعم يرجع يزهر بالجنوب. هو مسرح بيستاهل يحمل اسم مسرح وطني، وان شاء الله يقدر يكمل مسيرة الأستاذ نزار.
المسرح الوطني بيكون فعلا وطني بمجهود كل شخص اشتغل مسرح او اشتغل بالمسرح او اشتغل ورا المسرح او اجا حضر مسرح. المسيرة بتكمل بفضلكم، بفضل الناس. تعرفت إلى نزار ميقاتي في السبعينيات في زيارة إلى منزله، رافقت فيها صهري المرحوم شريف الأخوي وزوجته المرحومة أختي يمن زيتون الأخوي. صورة المنزل لا تزال راسخة في ذاكرتي، كان عبارة عن صورة مصغرة لحديقة تزقزق فيها العصافير من أقفاصها التي كانت تملأ المنزل، إضافة إلى قفص الببغاء، ببغاء ذات لسان صليط. أذكر تماما أن الفرح كان مسيطرا طوال فترة الزيارة. واليوم ونحن نكرم علما من أعلامنا، علينا أن نرسي ثقافة وطنية تعب من أجلها نزار ميقاتي وأسس لأجلها مسرحا وطنيا مع الفنان الكبير شوشو. وعلينا أن ندعم ونساعد كل مسرحي مبدع ومجتهد مثل الفنان قاسم اسطنبولي مؤسس المسرح الوطني في سور، الذي يشبه بوسع آفاقه وعزيمته الراحل الكبير نزار ميقاتي. قاسم اسطنبولي نموذج حي لشعب يحب الحياة ويعشق المسرح، هو الساعي والمثابر لجعل مكانة المسرح في خارطة التجدد والإبداع. يسعدني بهذه المناسبة أن أوجه تحية كبيرة للفنان الصديق عمر نزار ميقاتي أطال الله لحظة جميلة جدا اليوم أنه يتكرم بمدينة صور وبالمسرح الوطني اللبناني، يلي أنا بدي حي الشباب والصبايا يلي تعبوا كتير لقعدة افتتاح هذا المسرح، وبدي خص بالتحية الفنان قاسم اسطنبولي يلي يعطيه ألف عافية على جهوده الدايمة يلي عم يقوم فيها بهذه النشاطات الحلوة. بدي وجه تحية كبيرة لكل الفنانين والمسرحيين اللبنانيين وعلى رأسهم نزار ميقاتي، وبدي حيي كل الأشخاص يلي موجودين اليوم بالاحتفال. نحن كفلسطينيين نقدر هذا المسرح لأنه عمل عام 1954 في إذاعة الشرق الأدنى في فلسطين، وكان كفاءة عالية وترك أثرا كبيرا، وهو حمل على أكتافه وفي فنه المسرحي قضايا الشعب الفلسطيني. إلى الجانب الفني الذي قام به ميقاتي كان أيضا هو العقل المدبر لهذا المسرح. عم بتكرم رمز كبير من لبنان، يعني سنة 1920 أعلن دولة لبنان الكبير، بنفس السنة ولد كبير من لبنان عناد فيه الفنان الراحل نزار ميقاتي. تحية للقيمين على المسرح الوطني اللبناني بصور، من القلب ببعث لكم إياها. وبنفس المناسبة عم بتكرموا مبدع كبير باللبنان نزار ميقاتي الله يرحمه، تحية كمان لنزار ميقاتي. انتو ضمير لبنان، هيدا لبنان اللي نحنا بهالزمن الأسود عم بنشوف انه في شعل الضوء عم بتضوي من صور. أنا بتوجه باسم كل طرابلس وفنانينا وباسم جمعيتي تحديداً فنون متقاطعة الثقافية لهنيكم على هالخطوات العظيمة اللي عم تعملوها، نحن متابعينكم وإن شاء الله هيدي بتكون انطلاقة لمسيرة تلاقي نحن وياكم من شمال لبنان إلى جنوبه. قاسم اسطنبولي وفريقه، جمعية تيرو، كل الاحترام والتقدير لكم وشكراً على هالمبادرة الطيبة ويعطيكم ألف عافية. للأسف ما فيني يكون معكم لأني برات البلد، بتمنى لكم كل النجاح. كل ما يكون في مسرح أو مبادرة أو إنشاء مسرح أو حتى عمل مسرحي بنكون كتير سعداء، لأنه نحن بحاجة أنه يضل هالمجال هيدا المسرح الحي موجود، لأنه عنا طاقات كتير مهمة. وبرافو للمسرح الوطني بصور وبتمنى لهم كل التوفيق.
نزار مقاطي هامة مسرحية لا يمكن أبدا لمن يقرأ تاريخ المسرح التالي أو يتكلم عنه في محاضرة أو في كتاب أو في أي نقاش إلا أن يأتي على ذكره، وكل من ينساه ينسى جزءا مهما من تاريخ المسرح اللبناني. نزار ميقاتي هذا المغامر الذي كان من أوائل الناس الذين فقهوا أن المسرح هو عملية فنية أكاديمية يتطلب الدراسة، لذلك ذهب إلى أوروبا وخاصة إلى فرنسا ودرس المسرح بينما كان غيره يدرس الطب والهندسة، ثم عاد إلى لبنان محاولا أن ينشئ جيلا مثقفا ويدرك علوم المسرح، فحاول مع صديقه عبدالله الحسيني في طرابلس إنشاء معهد لتعليم التمثيل، وهم أقيم هذا المعهد ومنه تخرج كبار الممثلين في التلفزيون لبنان الذين كانوا أبطالا للمسلسلات وخاصة الناطقة بالفصحى. بالإضافة إلى عمله في الإذاعة اللبنانية كان نزار ميقاتي مخرجا مسرحيا للمسرح الغنائي لفرقة الأنوار التي كانت فرقة ناشطة إلى جانب فرقة الرهباني وغيرهما في ستينات سبعينات القرن الماضي. نزار ميقاتي أستاذ مسرحي وهو أستاذي أنا شخصيا لأنني كنت أحد الأولاد الذين يلعبون أمام معهد الزهراء الذي كان نزار ميقاتي يحاول أن يدخل إليه فن السينما، فكان يصور بعض الأفلام ونحن الأولاد كنا أبطالها وكان يمنتجها ثم يدعونا للدخول إلى معهد الزهراء لرؤية هذه الأفلام. نزار ميقاتي أستاذ. معكم نديل العلي مديرة مركز السفد الثقافي لطرابلس. اليوم بيشرفني كتير كتير أن أكون عم وجه تحية لرائد المسرح الوطني أستاذ نزار ميقاتي. أستاذ نزار ميقاتي مؤسس المسرح الوطني ومطلق نجوم عصر الذهبي وعلى راسهم حسن علاء الدين شوشو. نزار ميقاتي عاشق الفن والغائب الحاضر من خلال ابنه عمر ميقاتي يلي محافظ على إرث الوالد واللي عم بيحضر مثل ما عرفت كل الماضي تبع والده بكتاب إن شاء الله بيصدر قريبا. هيدا حلمه ونحن حلمنا كمان إنه نقدر نشوف هيدا الشيء موسع عن الكبير نزار ميقاتي. اليوم ما بقدر إلا وجه تحية كتير كبيرة لمسرح اسطنبولي مسرح تيرو للفنون يلي عم بتكرم مسرح طرابلس كبير ومن الطراز الأول من سلسلة عصر مسرحي ذهب. ولما بنقول تحية من صور لفنان طرابلسي هيدا الشيء منه إلا دليل على أنه من شمال لجنوب كلنا قلب واحد، كلنا دايماً فخورين بأي لبناني بيظهر وبيكبر. تحية لكل ولاد صور ولأهالي صور من طرابلس من مركز السفد الثقافي. سيدي وحبيبي وأستاذي الكبير الأستاذ العظيم الفنان الكاتب الحساس والمخرج الرائع نزار ميقاتي، كان لي شرف التعرف عليك وشرف العمل معك وشرف التعلم من كل حركة وبادرة من أخلاقك الكريمة. لقد سعدت جدا بالتعامل معك
وشرفني ذلك كثيرا والله. ماذا أقول لك؟ أنت قيمة فنية كبيرة كبيرة جدا، للأسف لم يعرفوا قيمتك، ولكن الأجيال التي تربت على يديك تعرف قيمتك تماما. فأنا يسرني والله أنني تعرفت إليك وتتلمذت على يديك، وثم أسعدني الله بأنني صاهرتك من تلميذك وابنك المحب وحيد. تكريم يعني يصير الليلة لمبدع من مبدعين لبنان هو احتفال لأننا كلنا نحن اللبنانيين وخاصة المسرحيين. رحل المبدع من لبنان نزار مئاتي اللي يمكن من جيل بعد ما بيعرفوه شخصيا لكن سمع عن إنجازاته، وأنا تعرفت على ابنه اللي هو مسك شعلته وكفى بطريق فنية نفتخر فيها كلها، الأستاذ عمر مئاتي. يعني الله يطول بعمرك على هالإبداع المستمر اللي عم تعطينا إياه، اللي عطيتنا إياه بالإخراج والتمثيل والإذاعة، وبعدك مستمر لهلأ على خشبة المسرح مع جورج خباز. تحية كبيرة لك. لكن اليوم هيدا الاحتفال منه احتفال عادي، لأنه عم يكرم ابن طرابلس أسس المسرح الوطني اللبناني ببيروت، وعم بيتكرم على خشبة المسرح الوطني اللبناني بصور. كأنه هالمسرح اللي بفضل جمعية تيرو للفنون قرر يحمل الشعلة ويكمل ما بدأوا نزار مقاتي وشوشو بالستينات، على أمل بيروت كمان تنعدي من صور هالمرة ويتكرس صالة ببيروت ويتم إنشاء المسرح الوطني اللبناني باسم نزار مقاتي والفنان شوشو ببيروت، وعلى أمل كمان تنعدي بقية المناطق كلها بلبنان ويصير في مسرح وطني بكل لبنان. اللامركزية الإدارية مين قال ما بتجمع؟ عم تتخيلوا فرق مسرحية نابعة من المناطق ذاتها وعم تتنقل بكل لبنان وعم بتبادلوا كل الإرثن الخاص بمناطقهم، الإرث الثقافي، عم بتبادلوا خبراتهم وعم بيتنقلوا بكل لبنان. تحية كبيرة لقاسم اسطنبولي اللي يعني عم بيدهشني أنا صار له كم سنة ما خلى مهرجان سينمائي، ما خلى مهرجان مسرحي، ما خلى مهرجان المسرح الشارع والكرنفالات والموسيقى والتدريبات. تحية كبيرة لإلك. أنا متأكدة إنه نزار مئاتي من محل ما هو هذا الإنسان المبدع الكبير كتير مبسوط منك، لأنك أنت حامل الشعلة والله يكتر من أمثالك. عرفت الكاتب والمخرج نزار مئاتي سنة 1961 لما طلب مني كون معه بأول عمل مسرحي غنائي استعراضي. أتمنى تسمعوا أغنية موضوعها من نزار مئاتي وكتبها الشاعر يونس الابن وغناها وديع الصافي بحكاية لبنان، وكانت الأحب على قلب نزار مئاتي وهي لوين يا مروان. عبسمة حب مرنها مثل ما نحنا اتمرنا، شفافك عبسمة حب مرنها مثل ما نحنا مرناه،